السلام عليكم متابعين قناة شيوات سعاد إفاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم مخمرات معمرين بالبصلة الخضرية بحشوة اقتصادية بدون لحوم، كيجيو لذاذين ما تشبعوش منهم. تقدموهم مع برير الداتاي في الكوتي أو عشيوة مع حريرة، أو في رمضان تعتمدوهم في الفطور. فإلا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم اللي كتدعمني وكتشجعني، وعلى بركة الله ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. غناخد قصعة وغادي ندير فيها جوج زلايف ديال الدقيق الأبيض اللي هو الفرز، وزلافة ديال الدقيق الفينو اللي هو السميد الناعم. دائما الكمية ديال الدقيق الأبيض كتكون ضعف الكمية ديال الدقيق الفينو. إلا عبرتو بالكاس غديرو كأس ديال الدقيق الفينو وجوج كيسان ديال الدقيق الأبيض، عبرتو بالزلافة نفس الشيء. المهم قياس ديال الدقيق تديرو على حسب شحال ديال المخمر بغيتو. غنضيف معلقة كبيرة مع مراش من خميرة الخبز، ولا كان الحال سخون غتنقصو من الكمية. غنضيف كذلك السكر والملحة كيبقاو على حسب الذوق، تقريبا واحد نص معلقة صغيرة ديال السكر. أنا عبرت هنا بالمعلقة الكبيرة، ولكن راه تقريبا نص معلقة صغيرة ديال السكر، نص معلقة صغيرة ديال الملحة. وكنجمعوا العجينة تكون قاصحة واحد شوية، ما تكونش خفيفة، وكنبقاو ندلكوها، يعني كنرشوها غير بشوية ديال الماء، ما نكثروش الماء بزاف باش ما تجرالناش العجينة. حنا غرضنا بها تبقى قاصحة ولكن في نفس الوقت تكون مدلوكة وتكون رطبة بحال الشكل ديال العجينة ديال المسمن تماما. هذا هو القوام اللي كنحصل عليه بعد ما كندلك العجينة. غندهنها دابا بواحد شوية ديال الزيت النباتية، وغادي نوضعها في كيس بلاستيكي باش تزيد ترتاح وتزيد تدلك راسها براسها. غناخد كيس بلاستيكي، او الا ما بغيتوش ديروا في كيس بلاستيكي تقدروا ديروا في علبه ديال البلاستيك وتسدوا عليها مزيان. غنخلي دابا هاد العجينه غتزيد ترخى وغتزيد تدلك راسها وغتخمر في نفس الوقت. غنخليها تخمر حتى تضاعف الحجم ديالها وندوز نحضر الحشوه. غناخد مقله غنوضع فيها قليل يعني من زيت الزيتون، ما نديروش كميه كثيره زيت الزيتون حيت غنضيفوا هنا الشحمه. عندي تقريبا واحد جوج ربطات ديال البصله الخضاريه. بالنسبه للبصله الخضاريه من بعد ما كنغسلها وكنقشرها كنخلي فيها واحد شويه ديال الربع، يعني ديك الربع الخضر كنخلي واحد شويه وعاد كنقطعها. لقيتو فيها القلب لداخل بطبيعه الحال كتزولوه. الا ما كانش البصله الخضاريه ديروا غير بصله عاديه. غندير هنا نص معلقه صغيره ديال الملحه، كتبقى الملحه على حسب الذوق. وعندي هنا تقريبا واحد 3 د المعالق كبار ديال الشحمه محكوكه. هاد الاضافه هذه اختياريه، الا ما بغيتوش تضيفوها كتستغناو عليها. بغيتو تضيفوا شويه ديال الكفته، بغيتو تضيفوا شويه ديال يعني ديال لاداد او ديال الدجاج مقطع رقيق، كيبقى لكم الاختيار. عندي هنا قليل من الثومه محكوكه او جوج فصوص ديال الثومه كتحكوهم، وكنشحر غير شويه هاد البصيله غير الا ما كتنزل غير واحد شويه. غنضيف لها هنا تقريبا نص فلفله صفراء ونص فلفله حمراء مقطعين رقاقين، تقدروا تزيدوا حتى الفلفله الخضراء. انا غير حيت كاين ديك اللون ديال البصله الخضاريه خضر ما بغيتش نزيد نضيف الفلفله الخضراء. معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، ثم غنضيف تقريبا نص معلقه ما وصلش ديال الخرقوم، ونص معلقه مع مراش ديال سكنجبير، كذلك نص معلقه ديال الفلفل الاسود. والصلصه الحاره كتبقى اختياريه. كنشحر مزيان هاد البصله والفلفله غير واحد شويه ماشي بزاف. كما كتعرفوا البصله الخضاريه والفلفله ما كيهزوش طياب. غنضيف دابا معلقه كبيره ديال المعدنوس، وغادي نطفي مباشره النار وغنخلي هاد الحشوه تبرد واحد شويه، يعني ما تنخليوهاش تبرد بزاف، غير واحد شويه لان فيها الشحمه حاجتنا بها تبقى دافيه. من بعد ما كتخمر العجينه كما كتشوفوا كيتضاعف الحجم ديالها. هذا الكيس بلاستيكي عملي بزاف، كيخلي العجينه تدلك، الزيت تدلك مزيان، وفي نفس الوقت يعني كتخمر بواحد السرعه كبيره، يعني ما كتعطلناش دغيا كيوجدوا لنا هاد المخمرات. وشوفوا معايا القوام ديال العجينه كي كيجي، يعني كتجي عجينه ناجحه. حتى الا ما دلكتوهاش مزيان في الكيس بلاستيكي كتزيد تدلك راسها براسها. غندهن البلاطو وغنوضع فيه دابا كويرات، يعني غنقسم هاد العجينه على حسب القياس اللي غيناسبني. كل واحد يدير القياس اللي غيناسبو. بغيتو مخمرات كبار غديرهم كبار، بغيتو غير صغيورين غتزيدو تصغرو، كيبقى لكم الاختيار. المهم انا هنا قديت هاد الكرات وحصلت على 12 الحبه. غندهن لهم الوجه ديالهم بالزيت النباتيه باش ما كيديروش ديك القشره ويتشقوا، وغادي نرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق ديال الفينو اللي هو السميد الناعم. وغنبدا نقرص هاد الكرات ديال العجينه. كما كتشوفوا كنحاول يعني نضغط على الجوانب اكثر من الوسط، يعني الوسط كنخليه واحد شويه غليظ لان مازال غادي نقرص هاد الكرات هادو، ولكن الجوانب كنرققهم مزيان وكندير الحشوه في الوسط وكنجمع هاد الكره هادي كما كتشوفوا وكنوضعها. غنولي نقرص نفس الطريقه باش كنرص الكره الاولى. كما كتشوفوا دائما نرقق الجوانب ومن بعد كنوضع الحشوه وكنجمع مزيان الاطراف، كنقرص عليهم مزيان. كما كتشوفوا الطريقه جد بسيطه وسهله، دغيا كيوجدوا هاد المخمرات في البلاصه، ما كتحتاجوش عاد تبقاو تطيبوهم، كيجيو بحال الشكل ديال البطبوط. دابا غادي نقرص اول وحده. بطبيعه الحال راني دايره المقله كتسخن، وغنرشها بشويه ديال الزيت، وعاد غادي نوضع فيها
المخمره ضروري رشوها بالزيت، وكنوضع المخمره على وجهها ماشي على ظهرها، ماشي على الجهه اللي كنت طويت، كنوضعها على وجهها باش كتجي باش كيجي المنظر ديالها زوين. كنرش بالقليل من الزيت مباشره بعد ما كنوضعها، وكنولي نقلبها، كنبقى كنستمره يعني ما كنتعطلش عليها في القليب، ساعه ساعه كنقلبها بحال الشكل ديال المسمن هكا باش كيتنفخوا وكيجيونا خاويين من الوسط. الا خليتوها يعني درتوها في المقلب خليتوها حتى طابت وعاد قلبتها الجهه الاخرى، ما غايجيكمش من خاويين من الوسط، غايجيكم بحال الشكل ديال الخبز. فمن الافضل ديروها الطريقه هذه باش كيجيكم بحال الشكل ديال البطبوط، والنار كتكون قل من المتوسطه، يعني ما تعليوش النار باش ما يتخطفولكمش في الطياب ويجيكم مدقصين. كما كتشوفوا راهم كيتنفخوا من الداخل وكيجيو رطيبين وخفيفين. دابا غنحيد هاد المخمره وغنديرها فوق هاد الصحن، وغادي نقرص مخمره اخرى وغنوضعها في المقله. طبيعه الحال ضروري نرش شويه ديال الزيت النباتيه، ودائما كنوضع المخمره على الوجه ديالها، ما تنوضعهاش على الجهه اللي كنت يعني اللي طويت. يلا تنوضعها فوق المقله، كنحس بها بدات كتشد راسها، غادي نرشها بشويه ديال الزيت وغنقلبها للجهه الاخرى، وكنبقى مستمره هكا كنقلبها كل مره كنقلبها للجهه حتى كتبدا كتنفخ هذه المخمره كما كتشوفوا هكا باش كيجيونا خاويين من الداخل. الا بغيتوا طيبوا هذا المخمر غير نص طيبه، ومن بعد ما يبرد تسفوه في شي بلاطو وديروه في المجمد حتى يجمد، وعاد تجمعوه ديروه في شي علبه هكا ملي كتبغيوه، كتجبدوا غير القياس اللي يناسبكم وكتسخنوه في المقله وكتقدموه بالصحه والراحه. طريقه زوينه بزاف ملي كتبغيو مثلا هكا تحضروا حطوهم في الكوتي او مثلا في الفطور في رمضان، كيجيوكم ساهلين، وبامكانكم ديروهم كبر من هذا القياس هذا او ديروهم غير صغيرين بحال الشكل ديال البطبوط. وبالنسبه للشحمه في الحشوه راها اضافه اختياريه، اللي ما تيبغيش الشحمه او اللي مريض ما كيقدرش ياكلها يقدر يستغنى عليها، هي كيجي المذاق ديالها زوين، ولكن نتوما تقدروا تستغناو عليها لما كتعجبكمش، وتعوضوها مثلا بالكفته او الصدر ديال الدجاج، او تخليوها غير تخليو الحشوه غير البصله الخضريه، راه كتجي لذيذه بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال المخيمرات اللي حضرت معكم اليوم، صدقوني راهم ساهلين ساهلين في التحضير، وكيجيو لذادين ما تشبعوش منهم، كيجيو رطيبين ومفشفشين وخاويين من الداخل، وديك الحشوه بنينه بزاف ديال البصل الخضريه كما كتعرفوا هذا وقتها موجوده بكثره، فعلاش لا الانسان ما يستغلهاش. وحتى لا بغيتوا تضيفوا شي اضافه مثلا كفيته او تضيفوا شويه ديال الصدر ديال الدجاج او حتى الطون او غير هكاك بالبصل الخضريه وبالفليفله، كيجيو فنين ما تشبعوش منهم. وهذا الفيديو درته نزولا عن طلب جوج متتبعات، طلبوا لي المخمر، وحده طلبت المخمر معمر بالبصله الخضاريه والشحمه، وحده طلبت لي مخمر معمر بالبصله والفلفله. نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، شكرا حبيباتي الغاليات على حسن المتابعه ديالكم، على تعاليقكم الطيبه والمشجعه والداعمه لي الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم. وبغيت نشكركم على ديك الدعوات الصادقه اللي كتقولوها لي وكنحس بها من القلب، اللهم امين، والله يسمع منكم ولكم بالمثل جميعا. الى عجبكم الفيديو حبيباتي ما خلوش عليا من اللايكات ديالكم، وبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. والسيدات اللي اول مره كيشوفوا القناه مرحبا بكم، وفضلا وليس امرا الى عجبكم المحتوى دعموني بالاشتراك وفعلوا الجرس هكا باش تبقاو دائما توصلوا بجديد الوصفات. والى اللقاء في فيديو قادم ووصفات اخرى بحول الله تعالى.